يسعد مساكم حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس عشان يصلكوا كل جديد انا بعمله. ما تنسوا اللايك لسوسو، اللايك يا حبايبي. لازم احنا نكبر بعض، لازم نوقف جنب بعض، لازم ندعم بعض. طبعا اليوم راح اعمل معاكم شوربه الفراخ بطريقتي، طريقه كثير طيبه، طريقه كثير شهيه. طبعا احنا غسلين الفراخ ومنظفينه. طبعا هنا عامله طماطم بالخلاط اللي هي البندوره طبعا، وبصلتين ومعلقه بهارات للفراخ، ومعلقه فلفل اسمر، وورق كاري. طبعا اول شيء هنبدا نحط الحله او الطنجره على النار ونسخنها منيح، بعدين نحط الفراخ عليها طبعا من دون زيت. تمام، يلا بينا معي. طبعا انا حطيت الطنجرة على النار او الحلة، اقوم ساقطة الفراخ بقلبها، امسك الفرخة ببعضها لانهم مش كبار، حجمهم صغير، هيستوي معانا على طول ان شاء الله. نحط معاهم نفس الوقت البصلتين، هنضيفهم نفس المية بتاعتهم اللي هنكبها الأول. هوريكم كمان هنعمل معاها، هعمل معاكم الرز الرائع، الرز الشهي، الرز اللي بحبه وبموت فيه. وطريقة جديدة عليكم، مش رز بسمتي. فيك تمشي حالك بأي شيء، بأي رز موجود عندك فيك تمشي حالك، مش شرط بسمتي. طبعا انا هون حطيتها ووطيت عليها النار، راح نتركها لما تنزل المي بتاعتها نرميها ونرجع نعملها. نحط عليها الطماطم وورق اللوري والبهارات. تمام، لما نصفي المي من عليها. طبعا حبايبي انا تركتها 5 دقائق صفت المي فيها، بنشيلها ونحطها، بنشيلها ونصفي المي بتاعتها ونرجع نرجعها على الغاز. تمام، طبعا يا حبايبي هون بعد ما صفيتها من الميه ما شاء الله ما عادش فيها ولا نقطه ميه، هاد انزل عليها بالطماطم اللي انا عملتها بالخلاط. هنتركها لما تنشف، لسه هنحط عليها الورق اللوري، حلات اللحمه والفلفل الاسمر. هنعلي الغاز ونتركها لما تنشف. طبعا ما ننسى الملح، الملح حسب الرغبة. هنغطي عليها ونعلي الغاز ونتركها تنشف قبل ما نضيف عليها المية. طبعا هنا زي ما قلنا تركنا الفراخ تنشف من التسبيب، التسبيكة مش عارفة ليه بطلت أعرف أحكي. هنعمل الرز بتاعنا على ما الفراخ تستوي. طبعا الرز بتاعنا راح نعوز لسان عصفور، شعريه، بصل، فلفل الوان. هذا رز مصري انا غسلته صفيته طبعا، ومعلقه قرفه صغيره، معلقه فلفل اسمر صغيره، معلقه بابريكا، معلقه بهارات اللحمه، معلقه ملح. وانت عادي تضيف البهارات اللي انت عايزاها حسب ما انت تحبيها طبعا، وثلاث مكعبات مرقه لان الرز بيحب المرقه. تمام، اول خطوه هنعملها هنحط الطنجره على النار او الحله ونحط فيها الزيت، نسخن الزيت بعدين ننزل بالرز. طبعا يا حبايبي هون انا حطيت الزيت في الحله، طبعا جيت اعمل في الحله الثانيه لقيتها صغيره بتاعت الطقم، وايه يعني طول عمرنا احنا نعمل بالالمنيو، دلوقتي بطلنا نعرف نطبخ بالالمنيو، لقيتها صغيره كتير قلت هاي اكبر. الرز سخن معانا، الزيت سخن معانا، هننزل اول شيء بالرز، اول خطوه بالرز. راح نحرك فيه على طول، ايدك راح تضل فيه طبعا. مضطر اخذ فاصل عشان ما اطولش عليك لان الرز بياخد وقت، والفرخة بتنشف قربت تنشف.
يجي حبيبي بعد ما اعطاني اللون اللي انا بدي اياه. ممكن كمان شويه. طبعا هنا الفراخ لسه بتنشف، هقلبها. هنا لسه الفراخ قاعد تنشف، لسه ما نشفت من الطماطم اللي انا حطيتها، نتركها تنشف شويه. بحط لك شويه ملح، مش راح كتر، عارفين ليه؟ عشان يعطيها كل لون واحد، عشان الرز الشعريه والبصل يتوحد لونه، يصير كل لون واحد، لان الملح بيخلي الرز او الشعريه لون واحد. طبعا هو بدا يحمر معانا، هنزل بالبصله دلوقتي. البصل تعطينا لون. حمرنا البصلة، هننزل بلسان عصفور نفس الطريقة هنحمره. أنا هنا حطيت لسان عصفور حمرته، هنزل وقت الشعرية. طبعا أخش الشعرية لأن تحمر بسرعة. خليكم معايا بعد في اي حته، لسه ورانا شغل جامد. طبعا الشعريه ما خدها تتحرق، هي صارت هيك حلوه فقره. هنزل بالفلفل الوان، اخترت فلفل لانه كتير مفيد، خسر اللي عنده انيميا، مفيد للاطفال كمان. هنسيبكم دقيقتين، هنسيبكم دقيقتين بس. طبعا انا هون تركت الدقيقتين بس، الفلفل دبلت تدبير، وهنزل بالبهارات اللي كنا قلنا عليها كلها. هنقلبها. ريحة الفلفل ده بص طالعة بتشهي. طبعا انا تركت شوية رز ابيض هضيعت لون معانا بالرز، لازم اضيف احطهم عليهم. التليفون وقع مني. طبعا صار في انزل بالميه، ما تكتر ميه عشان الرز ما يعجن مني. ندوق ملحهم، نعلي الغاز عليهم لما ينشفوا، نوطي ونتركهم براحتهم. تمام. وهنا الطماطم نشفت عن الفراخ، بسم الله ما شاء الله. شوفوا الفراخ استوت قبل ما احط فيها الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل الخلطة اللي هندهن فيها الفراخ قبل ما نحطها بالفرن. طبعا دقيق توم انا هون، وحط معلقة صلصة، حط معلقتين خل، انا حطيت اكثر من معلقتين، يلا مش مشكلة، هما معلقتين بس، معلقتين زيت. طبعا هحط اسمر، معلقة كمون، معلقة بهارات الفراخ، هقلبهم مع بعض، ومعلقة زبادي اللي هي اللبن. والبهارات الفلفل الأسمر والكمون وبهارات اللحمة. هاي الخلطة اللي عملناها حبايبي، بسم الله ما شاء الله.
قلت لكم عليها، راح ندهن الفراخ فيها وراح ندخلها بالفرن. طبعا انا دهنت الفراخ كلها بالتتبيله اللي احنا عملناها وراح ندخلها الفرن ونتركها تتحمر. وهيك يا حبايبي وصلنا لنهاية حلقتنا، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. طبعا ما تنسوا اللايك يا سوسو، اللايك يا حبايبي. هذا الرز خلص معانا بسم الله ما شاء الله، الفراخ استوت معانا ان شاء الله ودابت. صار فينا اقول لكم تصبحوا على خير، باي حبايبي.